السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس نجلاء من مدرسة فيوتشر بايونيرز، والنهاردة هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية. حرفنا النهاردة هو حرف السين. اسمي سين، صوتي س، صوتي س. ها طيب شكلي ايه؟ طبق صغير، طبق صغير، طبق كبير تحت السطح، طبق صغير، طبق صغير فوق السطح، طبق كبير تحت السطح. طيب تعالوا نسمع صوت السين. سمكة، سمكة. سم، 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 سم. سلم، سلم. سنجاب، سنجاب. أس، أس، أسنان، أسنان. أيوة صوت السين، صوت السين، س، صوت السين. تعالوا نشوف شكل السين في الكلمات، في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة زي ما احنا اتفقنا بناخدها في KG2. وتعالوا نشوف صوت السين لما بيتغير مع الأصوات الطويلة ومع الأصوات القصيرة. شكل حرف السين في أول الكلمة، طبق صغير، طبق صغير، فارد إيده، طبق صغير، طبق صغير، فارد إيده. واتفقنا الطبق الصغير، الطبق الصغير بيكون فين؟ فوق السطح، وهيفرد إيده عشان يمسك أصحاب الحروف. زي كلمة ساعة، ساعة، ساعة. السين هنا فردت ايديها، مسكت المد بالألف. وبعدين ع، عين وتاء مربوطة. طيب لو جت في وسط الكلمة هتمسك الحرف اللي قبلها وهتمسك الحرف اللي بعدها. زي كلمة ايه؟ زي كلمة عسل، عسل، عسل. طيب هنا السين جت فين؟ سمعت صوتها فين في الأول؟ ع؟ لا ده صوت العين. جت في الوسط، أحسنتم. طيب تعالوا نشوف المفروض تبقى مكتوبة إزاي؟ ها تمسك الحرف اللي قبلها وتمسك الحرف اللي بعدها، عسل. طيب السين لو جت في آخر الكلمة تعمل إيه؟ مش بتلاقي حد يمسك إيديها، فبنرجع الطبق بتاعها الكبير تحت السطر. زي كلمة خس، زي كلمة خس. هنا شايفين الخاء فردت ايديها ومسكت ايد السين. السين في حد تاني في اخر الكلمة يمسك ايديها؟ ابدا مفيش. هنعمل ايه؟ الحرف في اخر الكلمة بيرجع في اصله زي ما احنا خدناه في KG1. السين صوتها بيتغير مرة مع الاصوات القصيرة ومرة مع الاصوات الطويلة. طب قلنا بقى الصوت القصير مع اللي هو ايه؟ الفتحة. صوت السين هتبقى ايه؟ سا، سا. زي كلمة سا، سا، سمكة. سين طبق صغير، طبق صغير، فارد ايده. بعدين هيمسك حرف سما، م، 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 حرف الميم. ها دايرة وهنفرد ايديها. وبعدين حرف الكاف شرطة طايرة، شرطة مايلة وفردة ايديها، سمكة. وهنا التاء المربوطة قبلها حرف من الحروف اللي بيحب يلعب مع أصحابها، فهيعمل لها رقبة طويلة وعليها نقطتين، سمكة. طيب تعالوا نشوف، تعالوا نشوف هنا. ها سين صوتها هيتغير مع حركة قصيرة أو صوت قصير اللي هي الكسرة، هيبقى صوتها إيه؟ سي، سي. زي كلمة سم، 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 سي. حرف السين أوله طبق صغير، طبق صغير، فارد إيده، وقلنا على السطر وتحتيه الكسرة. هيمسك حرف إيه؟ الميم، دايرة وفردة إيديها. وبعدين حرف السين جه في الوسط هيمسك إيه؟ هيمسك حرف الميم، وهيمسك الحرف اللي بعده حرف الميم، سم، سم. طب الميم جت في الآخر بتعمل إيه؟ بترجع لأصلها. أما السين مع الضمة صوتها إيه؟ سو، سو،
سو زي كلمة سلم. سلم السين سمعت صوتها فين؟ في الأول. هتبقى طبق صغير، طبق صغير فارد إيده، ومنساش عليها الضمة. وبعدين هتمسك في حرف اللام، واللام من الحروف اللي بتحب أصحابها. هتمسك الحرف اللي قبلها وهتمسك الحرف اللي بعدها. آخر حاجة سلم. حرف الميم في الآخر مش هيلاقي حد يمسك إيده، هيرجع لأصله. تعالوا نشوف كده صوت تاني. ها صوت السكون، قلنا صوتها ايه؟ صوتها ايه؟ هقف على الحرف. تعالوا نشوف زي كلمة ايه؟ ها أس أس أسنان. طيب احنا اتفقنا الحرف الساكن اللي على السكون انطقه لوحده، انطقه مع الحرف اللي قبله. يبقى هنا هنطق ايه؟ الألف ومعها السين، هتبقى ايه؟ أس أس أسنان أسنان. السين هنا برضو فردت إيديها، طبق صغير طبق صغير فارد إيده، وعلى السكون ما ننساش إن هي الدايرة. وبعدين هنعمل إيه؟ هتمسك حرف النون، شرطة صغيرة وفرد إيديها على السطح، عليها فتحة علشان كمان بعديها إيه؟ مد بالألف، صوت طويل. وآخر حاجة النون في آخر الكلمة هترجع لأصلها. طيب احنا دلوقتي خدنا الاصوات الطويله. ها المد بالالف هيجي يلعب مع الفتحه، ها مع حرف السين هيبقى صوتهم ايه؟ سا. هيبقى صوتهم ايه؟ سا، زي كلمه ساعه ساعه. هنا السين فردت ايديها، مسكت ايه؟ وعليها فتحه، ومسكت المد بالالف، بقى صوتها ايه؟ سا ساعه، العين ماسكه في ايد التاء المربوطه. طيب المد بالياء بيعمل ايه؟ ها تحتي كسره وبعدين الياء. طيب لما بيلعب مع حرف السين هيبقى صوته ايه؟ سي. هيبقى صوته ايه؟ سي. تعالوا نشوف زي كلمه ايه؟ زي كلمه بر برسيم. برسيم يعني ايه برسيم يا ميس نجلاء؟ برسيم هو غذاء الحيوانات زي الخروف وزي البقرة، بياكلوا ايه؟ بياكلوا برسيم، وده حشائش لونها اخضر، ماشي؟ بياكلها ايه؟ ده غذاء الحيوانات. طيب اسمه ايه تاني؟ برسيم برسيم. سامعين صوت المد بالياء مع السين؟ سي برسيم. طيب المد بالواو لما بيجي يلعب مع السين لازم السين يكون عليها ايه؟ ضمة. ولما يكون السين عليها ضمة هيبقى صوتها ايه؟ سو. لازم اطول الصوت بتاع السين، سو. احسنتم، زي كلمة سور سور. شايفين السين عليها ضمة وماسكة ايد المد بالواو، اتفقنا؟ سور. سامعين الصوت الطويل ازاي؟ يبقى هنا سا سي سو، سا ساعة، سي برسيم، سو سور. واتفقنا ان المد بيجي في الايه؟ في الوسط او في الاخر، ما ينفعش ابدا المد يجي في الاول. يلا يا حلوين نحلل كلمات حرف السين. عندنا كلمة سلم، سلم. يبقى اول حرف ايه؟ السين. هيعمل ايه؟ يرجع لاصله، يلا يدخل بيته. طبق صغير طبق صغير، طبق كبير تحت السطر. حرف اللام عصاية طويلة نازلة تحت السطر بالطبق بتاعها، وارفع ايديها لفوق فين؟ على السطر. حرف الميم نص دايرة نايمة على السطر، اقفلها وانزل ايديها تحت السطر. طيب كلمة سمك، يعني ايه سمك؟ سمكة وسمكة وسمكة مع بعض يبقوا ايه؟ سمك. احنا عندنا سمكة واحدة؟ لا، عندنا سمك كتير. طيب هنحللها ازاي؟ يلا، حرف السين هيرجع لأصله، طبق صغير طبق صغير طبق كبير. حرف الميم زي ما قلنا نص دايرة، أقفلها وانزل إيديها تحت السطر. حرف الكاف عصاية واقفة على السطر، أفرد إيديها وليها سنة ومنساش جواها كاف صغيرة. وبكده يا حلوين نكون خلصنا حرف السين
بأصواته القصيرة وصوته الطويل، الأصوات الطويلة، وكمان خدنا شكل السين في أول وسط وآخر الكلمة. أشوفكم إن شاء الله بحرف جديد.